بسم الله الرحمن الرحيم. البطريق يعيش في ظروف متجمدة وتصل درجة الحرارة إلى ناقص 40 تحت الصفر، والسؤال لماذا لا يتجمد ولا تتشكل أي قطعة ثلج على جسده؟ في دراسة أمريكية حديثة توصل الباحثون إلى أن جلد البطريق له مسامات دقيقة جدا تفرز نوعا من الزيت الذي يغلف جسده ويمنع تبلله بالماء. هذه العملية تتم في غاية الكمال، لذلك يقول البروفيسور بيروز كافبور أستاذ الفضاء بجامعة كاليفورنيا إنها عجائب هندسية حية. إن ريش هذا البطريق يحتجز الهواء عبر المسامات بطريقة رائعة تمنع تجمد الماء على البطريق. ويبقى السؤال، هل هذه التقنية العجيبة من صنع البطريق أم من صنع الطبيعة، أم هي من صنع الخالق سبحانه وتعالى الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون؟ ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله.